تلك أمة
وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المشرق والمغرب يهدي من
وَإِنَّهُ
لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فذكر إن نفعت الذكرى.
ذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرفنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا لا دينا إلا قضيته، لا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا شابا إلا أصلحته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا رددته يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أمدهم بمدد من عندك وجند من جندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بجميع المتآمرين على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى والمنافقين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واضعف قوتهم. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ هذا البلد من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم احفظ هذا وكيد الفجار يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.